هي طريقة من طرق المترشحين، واحد يجلس نبض الآخر حتى قبل يعني قبل ما يحط قبل ما يودع الملف تاعو. بالتالي هنا انا شخصيا نشوف هذا التماطل وهذا التاخر في ايداع الملفات هو قانوني اولا، لانه عنده وقت حتى 27 اوت الساعه الرابعه مساء. يعني هنا هو من حقه يحط الملف دياله حتى لهذاك التوقيت لهذاك الوقت التاريخ. وبالتالي هنايا احنا رانا نشوفوا وسمعنا هناك اسماء مرشحة وراحين يحطوا يودعوا الملفات تاعهم يوم غد ان شاء الله. يوم غد ان شاء الله راح نشوفوا المترشحون، يعني نشوفوا المترشحون الرسميون يعني في اسمه للاتحاد الجزائري لكرة القدم.